موضوع بقى الغريب او للناس كتير قوي مش فاهماه، هو موضوع الرهاب. ايه هو موضوع الرهاب يا دكتور؟ طيب خلينا نصنف الفرق بين الخوف الطبيعي وبين الخوف الخيالي وبين الرهاب اللي هو الخوف المرضي او الفوبيا. اختلاف مصطلحات. اعرف منين ان انا عندي فوبيا او عندي رهاب او عندي خوف طبيعي او انا شخص عادي؟ الخوف الطبيعي تيجي النهارده عايز الحلقه تبقى لطيفه جدا، فنفسي تبقى حلوه، فالخوف الطبيعي عشان الحاجه تبقى لطيفه ما فيهاش اي اوهام، بس خوف من شيء معين محدد انت عارفه. تاني حاجه الخوف الخيالي. الخوف الخيالي احداث وهميه ما حصلتش، انا خايف اطلع الحلقه الاضاءه تبقى وحشه، اتكلم بشكل مش حلو، هدومي فتبدا تحط احداث، فالاحداث دي بتروح للعقل الباطن بيخزنها، فالعقل الباطن بيساعدك انك تعملها. يعني خايف النهارده مثلا وانا بتكلم يحصل لي تلعثم في الكلام، فهيحصل لي تلعثم في الكلام عشان عقلي الباطن بيخزن المعلومات، مش مدرك الفرق بين الخيال والواقع فبيزودها. زي فكره هتلر زمان لما حط 4 ضباط روس في مكان وقال خلال خمس وغمى عينيهم، قال خلال 5 دقائق انا هعمل غاز سام والغاز ده هيموتكم. ماتوا في اقل من دقيقه، ما كانش اصلا في غاز، هو كان في صوت غاز بس هم ماتوا عشان اقنعوا مخهم ان ده غاز وهيموتوا. عامل نفسي يا دكتور يعني. بالظبط زي ما حط في 3 ضباط روس، هو بعد ما الجنود ما كانوا بيترموا بيموتوا على البحر بعد كده بيرميهم بالليل، ففي 3 عملوا نفسهم ميتين، في 2 ماتوا فعلا ما قدروش يستحملوا اللي هم مدفونين او قاعدين جوه الناس المتوفين او اللي ماتوا، واحد بس اللي استحمل. ايه اللي حصل؟ كان بيحكي اللي هو بدأ يحط بدل الخوف الخيالي بقى يحط احداث، انا لما اوصل اقعد مع بنتي اللي بقالي كتير جدا بقالي سنين ما قعدتش معاها، فدول حطوا خوف خيالي اللي هم مش قادرين يستحملوا اوهام. طيب تدريجيا بقى لحد ما يوصل الخوف المرضي او الفوبيا او الرهاب اللي هو ايه؟ خوفي من حاجات ما حصلتش اصلا بس انا متخوف منها، سواء كانت حاجات محدده او مش محدده. فبيبدا يحصل لي حاجه اسمها ايه؟ نوبات هلع او نوبات قلق. بالزبط. نوبات هلع دي ممكن تحصل لي حتى لو انا شخص سوي وكويس جدا، بس القلق الزياده، بس نوبات القلق من احداث وهميه. فبيبدا يحصل لي تاثيرات نفسيه وتاثيرات جسديه. فالمخ بيترجمها تاثير وهمي سلبي. تاثير وهمي سلبي يعني من القصة المشهورة جدا، الراجل اللي دخل جوه تلاجة ويعمل جرد لمنتجات ألبان جوه تلاجة، والباب نسي يقولوا له إن باب التلاجة في المصنع بايظ، وكان يوم الخميس وكان الساعة 4 ميعاد انصراف الموظفين، فأكيد مفيش لوجيك، مفيش لوجيك يقول إن في حد يفضل في تلاجة من يوم الخميس ويوم السبت. هو مات بالزبط. بس الطب الشرعي أكد اللي هو مات من الساعة، والمفاجأة إن مفيش تلاجة أصلا في الكراشة محطوطة. هو أقنع مخه إن هو سعان، فهو ده الخوف اللي ممكن نوصله في الاخر، خوف المرض ده نوبات القلق مش نوبات الهلع. بالظبط. ده التاثير الوهمي السلبي اللي بيفضل اي حد عنده رهاب او عنده فوبيا، سواء من حاجه محدده لسبب من الاسباب، ممكن بيكون سبب صدمه حصلت له في حياته، او ممكن يكون بدا يخاف من حاجه معينه وشخصيته كان فيها مشاكل، تدريجيا الموضوع زاد عنده وصل حاجه اسمها جي ال اللي هي الهرمونات بتاعه الحزن تبدا تسيطر على المخ، فيبدا الهرمونات بتاعه المخ ما بتشتغلش بالصوره الكفايه، فالادرينالين والنور ادرينالين والكورتيزول بيزيد، فبيبدا دايما خايف من حاجه معينه بعد كده خايف من كل حاجه. يعني خلينا نقول يا دكتور ان الرهاب هو هي او هي الفوبيا. بالظبط. هي بس اختلاف مصطلحات.